يا مساء الهلو على أفخم متابعين بالدنيا، متابعين مزاج اف ام الطوش. بلش معكم لليوم معي أنا رند العلمي. ضيفنا لليوم بعت SMS أو واتساب على 078-95-3-06-06 ليكون ضيف من ضيوفنا بالطوش. اليوم رحبوا معي أكيد متابعينا بنائل إسماعيل مرعي. يسعد مساك يا نائل. ألينا مساء الورد، كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله. صحة النوم يا نائل. شفتكي، كل سنة بتسلمين إن شاء الله. وإنت سالم يا ربي، وكل عيلتك وأحبابك سالمين، أمورك تمام؟ الحمد لله، الله يعطيكم العافية، الحمد لله رب العالمين. جاهز تخسر ولا جاهز تفوز؟ والله يعني اللي منك بركة عموما. هيك أحرجتني. لا خلاص إن شاء الله بتفوز إذا هيك. لا أنت أصلا أنت كريمة دايما، أنا هيك بشوف يعني بصراحة. الله يخليك يا رب. حلو الإحراج برضه، بس مش مشكلة، أنا موافقة. أكيد ما في خسران معانا، أكيد بلطوش، وأكيد على أحلى إذاعة مزاجة فأم. يعني أول شيء إحنا كسبنا وجودك معانا أكيد نائل، وتاني شيء أنت كمان كسبت الجوائز الموجودة معانا بإذن الله. يعني سلف مبروك، سلف. الله يبارك فيك، الإسلام يا رب. يلا نبلش على السريع بمسابقة الطوش. معك 4 أسئلة، كل سؤال معي عليه 10 ثواني لتجاوبه، تمام؟ أوكي. أذكرك بكيف الحساب، أنا الطوش ب15، الديناري ب10، واللي عندك ديناري ب10، الشيخ ب75، شيخ مدبل 150، بنت مدبلة 50، بنت عادية 25. وبننتقل على السريع أنا وياك يا نائل للسؤال الأول. السؤال بيحكي أكلت 5 لطوش دينارية واحدة وشيخ عادي وبنت مدبلة، قديش بيطلعوا؟ بنت مدبلة واحدة وخمس لطوش. خمس لطوش وإيش الشيخ؟ دينارية واحدة وشيخ عادي. شيخ عادي 75، 75 و 125، 125 و10، 135، 135 و5. قديش 15 ب5؟ على فكرة حساباتي بالرياضيات أنا زي حساباتك في الفلك. يعني طلعت زي، شوف رح أعتبر هاي الإجابة صحيحة أكيد، يعني 210 هم بيطلعوا، بس مش مشكلة يعني. كنت حقولها. أنت كنت عارف، كنت حقولها. 210 أكيد الإجابة، بس مش مشكلة برضو، زي ما قلت لك ما في حدا خسران أكيد معانا بالطوش. ننتقل أنا وياك بسرعة للسؤال الثاني يا نائل اللي بيحكي. أوكي. ركز منيح، ما رح أسمحك فيها. حاضر. حاضر. أكلت 4 لطوش وما أكلت ولا بنت ولا شيخ ولا دينارية، قدي بيطلعوا؟ سهلة. 4 لطوش ب60. الله عليك، أكيد 60 إجابتك صحيحة يا نائل. بننتقل على السريع للسؤال الثالث. أوكي يلا. أكلت بنت عادية وبنت مدبلة ولطش وما أكلت ولا دينارية، قديش بيطلعوا؟ بنت عادية بنت مدبلة ولا لطش؟ لا، ولطش ولا دينارية. ولطش واحد. أها. 90. الله عليك، برافو، أكيد الإجابة الصحيحة هي 90. قبل ما ننتقل للسؤال الأخير نائل معانا بلطوش لليوم، خبرني إيش بتعمل بحياتك؟ شو بتشتغل؟ متجوز؟ عندك أولاد؟ ما عندك أولاد؟ يلا أحكي لي. والله قاعد رند عيني وشايفتيني، شفت إيدك، حطت إيدك. يعطيك العافية. هلا أنت قاعد بالحضر ولا قاعد دائما؟ حتى قبل الحضر لسه ما عم تشتغل؟ لا بلا بلا، شغال، كنت شغال بشركة يعني زي توزيع مندوب عندي. أوكي. باص أنا هيك بوزع مواد تمونية و مواد غذائية وهيك، بس بتعرف الأوضاع شوي هلا ما يعني صعبة. مش كتير مصر. مش كتير، بس الحمد لله تمام، يعني ماشي الحال الحمد لله. الحمد لله، والله على الجميع هي صعبة، بس إن شاء الله يعني رح تفرج قريبا، وهي هالبوادر موجودة، والله يرزقك دائما أكيد يا نائل. وإن شاء الله يا ربي هيك كمان جائزتنا تعجبك، أكيد إن شاء الله رح تعجبك. خلينا نقول، بس خلينا قبل ما أحكي لك شو جائزتك ننتقل على السؤال الرابع. يلا أوكي يلا. أكلت يا سيدي العزيز بنت مدبلة وثلاث دينريات وما أكلت ولا لطش، قديش بيطلعوا؟ ثلاث دينريات و 80. برافو، صح صح إجابتك أكيد صحيحة يا نائل، 80 الإجابة. يعني بدي أحكي لك ألف ألف مبروك، ربحت معنا فاوتشر بقيمة 10 دنانير مقدمة من تشوكو هاليك كافيه، بالإضافة لباكج مقدم من أرمي برجر وغريلو شاورما. ألف ألف مبروك وصحة وهنا سلف، يعني عندك المالح وعندك الحلو، صحتين. تسلمي تسلمي يا رب، تسلمي. أنا قلت أنا أصلاً أنت يعني أنت كريمة وإحنا بنستاهل، تسلمي يا رب. هاي سيد عبود بسلم عليكم، سلم على أنتي. هاي عبود. عبود. الله يخلي لك يا ربي. سنة بتسلمي. إن شاء الله كل سنة أنتوا سلمين كمان مرة، وأنا كتير انبسطت بمشاركتك وبأنك ضيف معي كنت اليوم بلطوش. منشوفك قريباً إن شاء الله، وضلك تابعني على مزاج.
تسلمي الله يا معك. الله عليك، تسلمي، مع السلامة. الله معك. طيب على السريع هلا خلينا ننتقل الى السؤال لكم لمتابعين مزاج اف ام اللي بيحكي سؤالنا لليوم. اكل ديناريه واحده وخمس لطوش وشيخ الكبه قديش بيطلعوا؟ جاوبوا بكومنت، وكل الاجابات الصحيحه اكيد رح تفوت معنا على السحب لتكونوا ضيف من ضيوفي ببرنامج لطوش. وفيكم كمان تبعتوا مسج اذا حابين تشاركوا على 0785930606. بشوفكم بكره بنفس الوقت على احلى اذاعه مزاج اف ام. من هون لوقتيها الله معكم. للمشاركة في البرنامج أرسل اسمك على رقم الواتساب 0785930606 أو أرسل رسالة على صفحتنا على الفيسبوك @مزاج FM.